السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف لو احنا عايزين نعمل انيميشن جوه برنامج السينكرو الموضوع هيتم ازاي. اول حاجة هروح للويندوز واجي هنا اقول له انيميشن اديتور، بيجيب لي انيميشن انتر اهوت. طيب انا هاخد هنا لقطة، مجرد ان انا ادوس هنا مثلا على الكاميرا وبعد كده هبدأ احرك الكاميرا. الحركة هتتم مع الشغل اللي موجود في التايم لاين يبدأ يظهر. هاجي هنا واروح مجرد بس ادوس ضغطة بالماوس خلاص سجلت المشهد دوت، وهاجي مثلا هنا عامل زوم على الجزء دوت واروح واخد اللقطة كمان، وممكن اقول له انا عايزها من جهة الليفت اهيت، واخد لقطة كمان وبعد كده هروح للفور دي ريفيو واقول له هات لي اول لقطة خالص موف تو ستارت واقول له بلاي، فهو يبدا يشتغل ويبدا الحاجات برضه تظهر معايا وانا ماشي الكاميرا بتاعتي مع التايم لاينر.